كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بنحتفل بيوم الشهيد للقوات المسلحة. النهاردة هو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في يوم 9 مارس 1969 على الجبهة ووسط جنوده. الشهيد عبد المنعم رياض لقبه العالم بالجنرال الذهبي لأنه كان شخص مثقف متطور عسكريا. القوات المسلحة أعلنت مجموعة من الخطط في الاحتفال، من بينها فتح المتاحف والمزارات العسكرية. كمان تقرر فتح منطقة العرض المكشوفة لبانوراما حرب أكتوبر، وده لاستقبال المواطنين ومجانا. مهم جدا جدا أنه الأهالي يهتموا أنهم يصطحبوا أطفالهم، المراهقين كمان والشباب، أنهم يروحوا. الأجيال الجديدة لازم تروح تتفرج على بانوراما حرب أكتوبر، لأنه يعني يمكن الأجيال الجديدة بعيدة شوية كتير عن الحدث. ما طبعا ما حدش فينا كان اتولد في وقت حرب اكتوبر، ولكن احنا مدارسنا يعني انا فاكره زيارتي رحله المدرسه لما كانت بتطلعنا لبانوراما حرب وهذا اكتوبر. وهذا الابهار اللي انت بتحسي بيه اول ما تشوفي البانوراما والدنيا بتلف حاجه بصراحه، مع المزيكا يعني. مع الرسومات العبقريه، مع ان انت بتشوف الحرب بتتعرض قدامك بشكل يعني ابداعي. فلما يكون في حاجه بالمستوى الراقي ده، وكمان الدخول فيها كمان مجانا، ده مهم جدا للتوعيه، لانه لازم الجيل يبقى فاهم يعني ايه جيش مصر وعمل ايه لمصر. خلونا بقى نروح نشوف فيديو لبانوراما حرب اكتوبر ونرجع لكم مرة تانية. بانوراما حرب اكتوبر في ثوبها الجديد تظل مقصدا ومزارا لجماهير الشعب المصري، يستعيد ويستذكر من خلالها أمجاد وتضحيات أبنائه وقواته المسلحة. وقد استغرقت عملية التطوير قرابة العام